ها بنوت سلام عليكم ومكاش ها بنوت بدراهمكم ما تسواش هنا في البلاد بدراهمكم ما تسواش البنو هذا كان يدير مليون ونص راه يدير 5 ملايين و200 ومكاش ومكاش الشمبريار كان يدير 80,000 و60,000 راه يدير 550 ومكاش ورا هذه السلطات اللي توفر لنا شوف فينا رانا حابسين با نخدم نقتل امه ربي انا نخدم ببنو مانيش حابس بلا قريف ما عنديش ما عنديش بنوات مانيش باغي نقتل الناس راه مسماونا ديجا قولوا بلاك مسلمين قولوا لي مسلمين راه نسلم في ثلاثه والله ثلاثه نسلم وكاع ليس نفد واحد نقتلو 10 سنين ما زادوناش بالتسعير بنوات زادوا تريب غير الاسعار زيد الشرطات تاع القهوه دي 5000 الجوطاب كيما كمية الجوطاب ب 5000 حبة بيضة ب 5000 النقل مازال يخدم 7000 النقل مازال يخدم بدوميساك انا نخدم بدوميساك دوميساك تبدو به بخضرتو في فايت القنطة بدوميساك وراه الفي ما كاش الفي طلع بعد بعثو إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم من خلال هذا الفيديو من حضارة الجزائر وصراحة بعض الأزمات في حضارة الجزائر كتضحك بعض الأزمات اللي عندهم داخل الحضارة كتضحك فعلا كما شاهدتم اليوم وخلال الأيام القليلة الماضية توقفت وتعطلت العديد من الحافلات حافلات النقل خصوصا في العاصمة الجزائرية وشنو هو السبب العجلات ما كاينش البنوات ما كاينش علاش البنوات ما كاينش لان تبون العبقري حبس الاستيراد وقف الاستيراد ديال العجلات من الخارج والسبب قال لك اودي بانهم كيصرفوا والعملة والنقد الاجنبي وما عرفت شنو بدا كيخرط عليهم تما وكيعمل لهم راسهم بالمؤامره والايادي الخارجيه وقال لهم غادي نحبسوا البنوات ما غاديش نبقاو ندخلوهم كيف ما داروا مع العديد من المنتجات الاخرى بما في ذلك السيارات هما ما كيستوردوش السيارات هذه مساله معروفه ونهار استوردو مشاو جابوا فيات سانسو وداروا منها حاله وداروا منها ضجه وكحل كحليه المروكي على كل المضحك في الموضوع كذلك انتم شفتوا في الفيديو نوعيه الحافلات اللي عندهم حافلات ما زالت من العهد ديال الموحدين حافلات ما زالت من العصور الوسطى حافلات اكل عليه الدهر وشرب والان تتعطل وما ما يمكنش على انها تستمر في الخدمه والعجلات انتم شفتوا الحاله ديالها وما كاينش عجلات بديله ما كاينش عجلات بديله واللي وقع الان ان العديد من الحافلات ديال النقل خصوصا في العاصمه الجزائريه تعطلت وما بقاش قادره تخدم هذا نوع او لمحه من الازمات المتعدده اللي كاين في حضارات الجزائر ومسخه الوالدين بلاص ما يركزوا على هذه المشاكل ومشيو يشوفوا كيفاش يحلوها ويتعمقوا فيها ويعطيونا باتساع ويعطيو المغرب باتساع ويخليو المغرب حتى هو يحل المشاكل ديالو وديكشي اللي عنده والو مخليين هادشي كامل وجاي لاصقي في المغرب وباغيين يديروا الفوضى في المغرب يا ودي عطيونا باتساع سيروا في كل حريره ديالكم هانتوما دابا حافله النقل عباد الله حافله النقل من العصور الوسطى دابا ما قدرش على انها تكمل الخدمه ديالها تعطلت وما كاينش قطع الغيار وما كاينش البنوات وما كاينش كيفاش غادي يصلحوها ما كاينش كيفاش غادي يصلحوا هاد الحافلات ديال العصور الوسطى وبلاص ما يلقاو الحلول مقابلين المغرب قابلين المغرب على المغرب طلع المغرب دار المغرب النشرات الاخباريه كلها على المغرب من الصباح الى الليل كلها على المغرب يا ودي عندكم ازمات سيروا 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 قابلوا شغلكم وخلينا نقابلوا شغلنا لا المغرب المروك المغرب المروك المغرب المروك والبوصبعي كذلك انتم شفتوا واحد الفيديو نشرته قبيله جالسين في وادي الحار جالسين في مياه الصرف الصحي وجالسين كيعايروا في المغرب جالسين في مياه الصرف الصحي في الجزائر وجالسين كيعايروا في المغرب ما فهمتش انا هاد العقليه ديال هاد مساخه الوالدين عايشين في حاله يرثى لها ومقابلين نحن حاضرين نحن حاضر المغرب شنو كيدير وسبوا في المغرب وسبوا في المغاربه وما عرفت شنو انتم دابا الحافلات هي تعطلت عندكم وكون كانوا غير شي حافلات بحال الناس بعدا حافلات من العصور الوسطى وسيروا دابا قولوا راه المغرب هو اللي تقبل البنوات ديال الحافلات خصوصا ديال العاصمه الجزائريه تخيلوا معايا العاصمه الجزائريه في هذه الحاله العاصمه ديال دوله النفط والغاز في هذه الحاله هذه
يعني امور كتضحك، امور مثيره للسخريه. وفاش كتوري هادشي للبوص باعين لا كيقول لك حنا قوه ضاربه وانتوما 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 وانتوما. يا ودي عطونا ابتساع سيروا قبلوا مشاكلكم، لا انتوما وتقرير المصير والبوليزاريو والايادي الخارجيه ونفس الاسطوانه تتكرر. زرعوها اليوم في الدماغ التافهه ديالهم. زرعوا اليوم هذه الاسطوانه، ما يمكنش انهم يحيدوا منها. فاذا حافلات تتوقف عن العمل في الجزائر، علم الله فين غادي هذا مسخه الوالدين، علم الله فين غادي. شي مشاهد كنشوفها من الجزائر انا كنقول هذا واش عايشين معنا في هذا الكوكب ولا عايشين في شي كوكب اخر. دابا انتم عندهم ازمه ديال البنوات، زيدوها على باقي الازمات الاخرى، الازمه ديال الكهرباء والازمه ديال الحليب والازمه ديال الزيت والازمه ديال الخبز والازمه ديال البنج والازمه دي شي امور يعني كارثيه. وفي دوله من المفترض انها دوله غنيه، مازال كون كانت شي دوله ما عندهاش الموارد وما عندهاش كذا ندوزوها، ولكن دوله غنيه بين النفط والغاز وما قدرش توفر البنوات للحافلات ديالها، والان الحافله تتعطل وما قدرش على انها تكمل الخدمه. راه هنا كنهزوا يدينا، وهنا كنتاكدوا باننا نجاور ليس فقط مستشفى مجانين ولا حديقه حيوانات، نجاور ما عرفتش شنو غادي نقول اليوم مسخه الوالدين. ما كاينش شي مصطلح على ما اظن كيوصف هاد الجزائر من غير الحاضره والزريبه. هذو هما المصطلحان اللذان يليق بالجزائر. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، نعاود نخليكم تشوفوا هاد المزارع هادي. اراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل. ها بنوات. السلام عليكم. وما كاش ها بنوات. بدراهمك وما تسواش هنا في البلاد. بدراهمك وما تسواش. البنو هذا كان يدير مليون ونص. راه يدير 5 ملايين و200. وما كاش. وما كاش. الشمبريار كان يدير 80 عاد و60 عاد. راه يدير 550. وما كاش. ورا هاد السلطات اللي توفر لنا. شوف فينا رانا حابسين، با نخدم نقتل عمة ربي انا؟ ماكش لا كريف نخدم ببنو؟ ماكش حابس بلا كريف انا؟ مانيش حابس بلا كريف، ما عنديش ما عنديش بنوات، مانيش باغي نقتل الناس. راهم سماونا ديجا قولوا بلاك مسلمين، قولوا لي مسلمين. راني نسلم في ثلاثة، ثلاثة والله لا ثلاثة نسلم. وكاع ليس نفد واحد نقتلو 10 سنين ما زادوناش في التسعير. بنوات زادوا تريب غير الأسعار. زيد الشوطات تاع القهوة دي 5000. الشوطات كيما القهوة كمية الشوطات ب 5000. 5000 5000 حبة حبة بيض ب 5000. النقل مازال يخدم تبالة. النقل مازال يخدم بدون ميساك. أنا نخدم بدون ميساك. بدون ميساك تفدو به بخضرته في فايت القنطة بدون ميساك. وراه الفي ما كاش الفي. طلع طلع بعد بعد صودانا كان في